فرصة رمضان صعب تتكرر خلال السنة بالنسبة لنا، لأنه يعني حتى ترى أيام الحج مثلا تلقى مجموعة مثلا يمكن 1 مليون 2 ملايين هم اللي رايحين وحاجين، وهم اللي يعني مرتبطين بشعور معين، بقية المسلمين قد ما يكونون داخلين في الجو أو داخلين جزئيا يعني. لكن رمضان غالبا تلقى كثير من المسلمين أو يمكن جزء كبير منهم داخلين في الجو، سواء في الصيام، في الصلاة، سواء في بعض الالتزامات، بعض السلوكيات، سواء في الشعور، في الشعور انهم أوه واو دخل رمضان، يعني عندهم شعور مختلف، يعني يبدون يتكلمون مع الناس بطريقة مختلفة، يبدون يعني عندهم مراعاة معينة، معناها تغير الفايب كذا، صار في يعني جو مختلف. تخيل عندك يعني أكثر من 1 مليار شخص يعني عندهم هذا الشعور أو عندهم هذا السلوك أو عندهم هذا المعتقد مع بعض، في شيء قاعد يصنع، الشياطين مربطة. في شيء قاعد يصنع، يعني حتى لو قد تكون تسمعني وأنت مش مسلم، أو أقول لك برضو هذه فرصة بالنسبة لك، فرصة بالنسبة لك إنه هذا العدد الهائل من الناس اللي متفقين على قصة واحدة، إنك تدخل في هذا الجو، يعني بصراحة فرصة. وأعرف إنه بعض الناس برضو عندهم يعني مثلا شك في موضوع الصيام، أو شك في توقيت الصيام، أو يعني أي شكل من أشكال الشك، أبغى أقول ترى فرصة، تبقى فرصة، يبقى هذا الوعي الجمعي اللي يعني متفق في هذا الوقت، في هذا الوقت، ها، حتى لو كنت تعتقد إنه التوقيت مو هذا هو التوقيت، إنه هذه فرصة للجميع إنك أنت تدخل في هذا الجو، تصوم، تصلي، تذكر، يعني يكون عندك أي من السلوكيات اللي أنت تعتبر نفسك إنك أنت فيها تتصل بالله وتتصل بروحك وتراجع نفسك وتراجع أوراقك، ويعني تصحح المسار. يمكن أنت ماشي خط يعني غلط، ماسك خط يسار وأنت تبغى يمين، يمكن حان الوقت انك انت تسوي يوتيرن، يمكن انه انت يعني طول الوقت كنت داخل في دوام وفي فوضى، حان الوقت انه انت تهدأ، انه انت تسوي ستوب مرات لبعض الملفات، انه انت يعني توقف بعض الاشياء اللي مسويت لك ضجيج. شفت مرات تحس انه كأنه فيه، كأنه زي ما نقول ماطور كذا جوا راسك، كأن في كذا طاحون جوا، في اشياء يحتاج انك انت تسكتها، تقفلها، تهديها، تحطها كذا فريز شوية، تجمدها شوية، وتاخذ نفس، خلني شوية ارجع لنفسي، خلني اركز، خلني اتصل، خلني اشوف الدنيا هي وش صاير، انا وش مهبب، وين رحت، لفيت غلط، رحت للطريق المنحدرة، اتخذت قرارات غلط، يعني سويت اشياء ما كانت صح، فكرت بطريقة غير صحيحة، مشاعري كانت طايرة ولا موقعة، ولا يعني ما كنت ماشي في طريق صحيح. فهذه فرصة صراحة، فرصة، مع انه على فكرة رمضان ايضا فيه ضجيج، يعني الجو اللي يدخلون فيه الأشخاص اللي يقررون أنهم يدخلون هذا الوعي الجامعي، وأنهم كانهم مع بعض كذا جوا باللورة جميلة، أيضا في أشياء مشتتات، في أشياء، في طول الوقت في مسلسل يشدك، في قصة بايخة هنا، في جمعة كذا فيها هوشة، في شخص يعني كذا يعني يسوي مشكلة، إلا ما تكون متواجدة هذه المشتتات. لكن أنت دورك أنك أنت تستغل أنه الفترة هذه الاتصال أسهل، أنك تطفي الماطور اللي في راسك أسهل، أسهل، أسهل بكثير، وتقدرون تحسونها، تقدرون أنه من يوم دخل رمضان تحس أنك دخلت شيء، دخلت باللورة، طلع رمضان في شيء راح، في شيء كذا اختفى، هذا هو الجو، هذا هو هذه هي طاقة رمضان. فمو سهل انك تصنعها في اي وقت، مو سهل انك تسويها او تجدها في اي وقت او في اي زمان او في اي مكان. ذلك انت ساعد نفسك انك تتواجد في هذا الجو، ساعد نفسك انك انت تطفي بعض هالاشياء المزعجة،
ليش لا انه انت توقف بعض الملفات، انه انت تخلي يعني بعض الاشياء شوية يعني على جنب كذا، لما ترتب الاشياء وتستطيع انك انت تتصل نفسك اكثر. طيب، على فكرة ترى مو بس المسلمين، في اشخاص يعني انا مثلا لما اكون في امريكا اصدقائي يصومون معي وهم مو مسلمين، بس ترى كل الأديان وكل الفلسفات المحترمة وكل الطرق الروحانية عندها قضية الصيام حاضرة. يعني إذا كنت أنت في طريق الروحانية يعني يستبعد أنك أنت ما استخدمت الصيام كطريق للتطور، يستبعد جدا. يعني هذه أداة كثير قوية، أداة يعني فعالة في التطور. وفي بعض الفلسفات تاخذها الموضوع يعني اكثر بكثير، يعني صيام رمضان كثير يسير وكثير سلس وكثير سمح، في بعض الفلسفات لا، في صيام يعني او واو يطول اكثر ويعني عنده قصص اكثر. فكل الاديان وكل الفلسفات عندها هذه القصه او عندها هذه الأداة، وكل شخص يسير في طريق الروحانية قد يأتيه كذا نداء من جوا كذا، يعني يحس مرات انه هو ما يبغى ياكل، يبغى شوية يعني يحس انه كذا يعني متصل، ما يبغى يعني يلخبط هذا الجو. وقد تحس انت اذا كنت ذاك اليوم مثلا صايم ويعني ما في بالك، وانت مشغول في فكرة الاكل ولا هي موجودة في رأسك، تحس في صفاء شوية في ذهنك، تحس انك صافي، انك انت تقدر يعني توصل لعمق معين قد ما تستطيع انك انت توصل وانت مو صايم.